سعادة الباشا والله ينصر مالكنا، الله ينصر الملك ديالنا بهاد البقعات اللي عطاوهم لينا. ما زمطوناش في البرطمه نموتوا، نموتوا حنا وليداتنا وما عندناش باش غنخلصوا البرطمه. مازال ملي غادي يعطونا هاد البقاع مازال غادي نمشيو نتشاركوا نقلبوا على بعداك اللي غيبني لينا. يعني ماشي هي يا الشقه نموتوا فيها، الشقه اللي دخلتي ليها تجي ترحي رجليك في الزنقه وراسك لداخل. يعني ما لا لا اله الا محمد رسول الله. ملي عطاونا هاد البقعه رحنا فرحانين وسعدانين وكنقولوا عاش محمد السادس. بوزيد العربي نائب مستقيل لجنة الإسكان دوار بن سيمو، أولا كنشكروا بجميع الجمعيات اللي ناضلت وبخصوص مستقيل لجنة الإسكان اللي ناضلت هذا الملف هذا، وكنشكروا الساكنة اللي خرجت في الصيف اللي كانت الحرارة مرتفعة بعين حدود خرجت لهذا الرومب قرب الباشاوية كتناضل بالأجل الاستفادة من بقع أرضية كباقي دواوير المنطقة، وكنشكروا بالذكر أعضاء مستقيل لجنة اللي ناضلوا بعض الأعضاء أنه فقدوا من العمل ديالهم وتشردوا، وكنشكروا كذلك الساكنه كان عنده لله الشكر الجزيل. وهذا الشيء ما جاش من كما كيقولوا بعض الاخوان ان جاء السيد العامل جاب هذا الشقاق، بالعكس هذا كان نضال، نضال ديال ثلاث سنين من تاريخ تدشين المشروع من عليه صاحب جلاله، والناس بدات كتناظر ورفضت الصيغه باش جاب المشروع، رفضت الشقق على الصيغه كيفاش جات ديالهم، وكتطالب البقع اللي ما فيها من حد الراحه كما كنقولوا المواطن الساكن ديال زناته. وكذلك كما كيقولوا الان جات بقعه، ولكن البقعه باقا كتمشي بعض الخروق بعض اللبوسات ما عطناش البقعه المتراج ديالها. المكان كما كيقولوا كاين زناته، ولكن زناته راه كنعرفوا كاين في واحد المساحه كبيره اللي كتحتوي على الجغرافيا ديال زناته. لهذا الساكنه اللي معنيه بالامر ما يبخلوش بعض التلاعبات، بان هنا من وصلنا لحد المرحله ديال البقع وقع التلاعبات اكثر اللي كانت. حنا كنطالبوا باش السلطه دير يدها في المجتمع المدني والساكنه ديال الدواوير اللي غتكون عندهم استفاده، باش ما يدخلوش بعض الدخلاء على هذا المشروع هذا ويستافدوا. واللي ما كنعرفوا حنا ديما كنحاربوا الرشوه والزبونيه المحسوبيه. وشكرا. كنستبشروا خير، اليوم زناته كتبتسم، واليوم كاع الساكنه اللي كانت عندها واحد التخوف وواحد الهاجس ديال المصير ديال الساكنه، من نهار الناس سمعوا ان مدينه زناته وزناته بيئيه واول مدينه في المغرب اللي كتحترم المعايير البيئيه واول مدينه في المغرب اللي كيتميزوا فيها هذه المواصفات الدوليه، كان التخوف ديال الساكنه باعتبار ان المنطقه من اكبر المناطق اللي كانت كتعرف انتشار ديال دور الصفيح. واليوم حنا كنجدوا الولاء ديالنا والاخلاص ديالنا لصاحب الجلاله الملك محمد السادس اللي دار لنا واحد السيد اللي رفع الرساله ديالنا اللي هو السيد العامل. وبهاد المناسبه كنتوجه ليه بالشكر الجزيل على هاد البشره اللي حنا كنستبشروا بها خير، وكنتمناو ان يكون استمراريه وتكون واحد لا كونتينياسيون باش نستمروا كاملين باش نحاربوا. دابا جات واحد المرحله ديال خاصنا نحاربوا بعد المتطفلين اللي غاديين يجيو وغيبداو غيتصنفروا في عباد الله وغيبداو يديروا بزاف ديال السلوكات الغير مقبوله. وقبل ما نختم انا كنشكر تنسيقيه زناته للاسكان والتنميه اللي كانوا فيها واحد التكتل ديال الجمعيات ما بين 12 جمعيه حتى 16 جمعيه اللي كانوا صامدين وساهموا في التاطير ديال الناس وساهموا في وقف بعد الاختلالات اللي كيقوم بها المجلس البلدي. وكنشكر ايضا يعني الناس اللي صمدوا من دوار كريستال، اخص بالذكر الناس ديال دوار كريستال لانهم صمدوا واطروا الناس ديالهم وما كانت لا فوضى لا ضوضاء لا والو. وهنيئا للساكنه ديال زناته، وكنتمنى ان تضافر الجهود كامله الجميع، لا مؤسسات لا ساكنه لا مواطنين، كل واحد يحاول انه احنا المدينه ديالنا وخاصنا نساهموا فيها، وباش نساهموا فيها خاصنا نزيدوا مزيدا من الجهود ومزيدا من التنسيق. وكنتمنى من السلطات المحليه انها تنسق مع فعاليات المجتمع المدني باش تكون واحد الفعاليه ويكون واحد النجاح ونزيدوا بهذا المشروع لقدام. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنقدم نفسي، انا خالد مجدون من دوار كريستال، والحمد لله يعني هذه اللقاءات ديال التواصل اللي كان مع العامل والشركه ديال لاصاز والجهات المعنيه يعني كان هو تواصل ايجابي، والحمد لله ان طرحت هاد المعاناه اللي كانت كتعاني منها الساكنه ديال زناته اللي هي البقعه وفي داخل مدينه زناته، هي كانت اشكاليه قبل
وكان من المستحيل أنها تذكر حتى تذكر، مجرد أنها تذكر. وكنا في معاناة مع السلطات المحلية والجهات المعنية في هذا الباب هذا، والحمد لله بالنضال ديال الساكنة ديال عين حرودة ومن ضمنهم دوار كريستال وبعض دواور أخرين يعني، والحمد لله والمجهودات ديال الجمعيات ديال زناتا وبتواحد الجهود يعني الحمد لله قدرنا أن نحقوا هذا المطلب هذا، والحمد لله أن يعني بتبشير ديال العامل صاحب الجلالة عملة لعملة المحمدية أنه كان حتى هو واحد السبب اللي خرج هاد الناس من المعاناة ديالهم، وحنا كنشكروه وكنشكروا صاحب الجلالة على المجهودات ديالهم الجبارة اللي قاموا بها مع الشركة ديال لاصاز. والحمد لله كانت اليوم واحد البشرة اللي فرحت الجميع، وكنتمناو من الله عز وجل أن تدوم علينا هاد البشرة ونكونوا يعني ناس مشاركين في التنميه ديال هاد المدينه هذه اللي غنتملكوها كما قال سعاده العامل، وان شاء الله غادي يكون خير. جلاله الملك الله ينصره اللي دخل عندنا المحمديه بالخير والبركه، وكنشكروا السيد العامل عمله المحمديه اللي زال جديد، وكنشكروا جميع السلطات المحليه حتى هي سهرت معنا، والمحمديه كانت عندها قفول ما كتحلش، والحمد لله تفتحت الابواب دابا من السيد العامل الجديد ان الباب مفتوح، اي مشكل عندنا كنطرحوا عليه، اي براه كنعطيوها ليه، استعدنا في جميع الحلول. حنا كنتمناو السيد العامل باللي انه قال لك براه ما تكتبوش عند كاتب عمومي، كتبوها في بستيلو اعطوها ليا انا. قال لنا جلاله الملك صيفطنا باش نكون معاكم ونكون في جنبكم ونكون حداكم، والله ما نخونكم وعندي امانه في عنقي، انا غادي معكم في جنب صاحب الجلاله. الله ينصره، الله ينصر سيدنا، والله ينصر السلطات المحليه اللي واقفه في جنبنا. والسلام عليكم. زف سيد العامل مدينه المحمديه خبر الذي كانت تنتظره ساكنه زناتة قاطبه، وكانوا ينتظرون على احر من الجمر، وهو الاستفاده من بقعه ارضيه داخل زناتة بعد ان كان قد زف في البدايه خبر البقعة الأرضية. الآن تكتمل البشرى بالحصول على بقعة أرضية داخل زناتة، ونحن في تنسيقية زناتة الجديدة لإسكان دائما نطالب نهضنا من أجل تحصيل هذا المطلب، والآن أيضا نطالب من جديد بأن تكون الاستفادة داخل زناتة في الضفة الغربية يعني القطاع، ما نكونوش بعد على القطاع الساحلي اللي كيربط بين الدار البيضاء والمحمدية، لأن زناتة الحدود ديالها شاسعة واسعة، ما يمكنش أننا يرميونا في واحد الجزء واحد الربع الخالي ويسميوها أنه زناتة. زناتة راه مشات من المحمدية إلى بداية الجديدة. نحن نطالب وهذا هو مطلبنا الذي سوف نستمر في رفعه وإيصاله للمسؤولين، استفادة في الضفة الغربية قريبا من في ديار المنصور في المشروع ديال سيدنا اللي دشن. النهار الاول قالوا لنا ما كاينش البقاع، وجينا سكننا توكلنا على الله وسكننا، كاين اللي باع حويجات وكاين اللي تسلف من عند الناس، كاين اللي شد البنكه، كاين الدار اللي طالعه عليه ب 21 مليون، يعني هذه ما بقاتش استفاده، هذا ولا بيع عشره. دابا سيدي حنا اللي خلصوا كاش، كاين الناس اللي تسلفوا باعوا حوايجهم وبعد هيبهم وجاو خلصوا سكنوا، وكاين البارتمان اللي فيهم 51 متر، وكاين البارتمان اللي فيها 57، كاين البارتمان اللي فيها 55، وكاين البارتمان اللي لحق 61 متر، يعني هاد المتراجات كلهم كاين اللي كبير وكاين اللي صغير وكل شيء مخلص 10 المليون بحال بحال، قد الكبيره قد الصغيره. اليوم احنا كنهضروا على هاد الشيء، على هاد البقع اللي قالوا سيدي غيعطوا لهاد الناس البقع، الله يسهل عليهم. حتى حنايا بغينا اما يردوا لينا فلوسنا، اما ويعفيوا الناس اللي عندهم الابناك اللي البنكه لحقها لهم البارتمان 21 مليون، والناس ما بحالهمش ومقجوجين، كاين اللي ما كيشبعش حتى في كرشو كيخلص طريطه. هادشي راه حرام، هادشي راه عيب، هادشي راه ماشي استفاده ديال سيدنا، هذا راه بيع عشره. ودابا سيدي كنطالبوا اما يعطونا بقعه بحالنا بحالهم ونخرجوا من هذوك الديور، اما يرجعوا لينا فلوسنا ويحبسوا الناس الكريدي اللي عندهم ديال الابناك البارتمان. كندعوهم الله وشكرا.